ريفر بليت اليوم أصبح في عداد الدرجة الثانية، كيف وللأسف يعني سامي هذا الفريق العريق لأول مرة يهبط إلى الدرجة الثانية، يعني صدمة كبيرة. نادي أنجب الأساطير كباساريلا، ماريو كامبس، بطل العالم على الأرجنتين 78، العديد من اللاعبين كريسبو، أيمار، سافيولا، الميدا، والعديد من نجوم وأورتيغا، أيضا العديد من نجوم التانجو الأرجنتيني. إذن سامي، إلى هذه المباراة مع المشاهدين الكرام والتي كانت تلعب بين فريق ريفر بليت الأرجنتيني، حيث وقعت أعمال عنف. سنتابع هذه الكرة التسديد وتبعد إلى وترسل مباشرة إلى الشباك. هنا الحكم يعلن عن وجود على ما يبدو لمسة يد بعد هذه الكرة بالإعادة. إذن وهبط الفريق العريق الحاصل على لقب البطولة 33 مرة في إنجاز قياسي بعد تعادله بهدف واحد كل أمام ضيفه فريق الدرجة الثانية بيليغرانو في استاد مونومونتال بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. وعلما يعني كان قد خسر الريفر، هنا نتابع الهدف الأول للريفر ودموع وأحزان جمهور ريفر بليت. كان يحتاج إلى هدف ثاني الريفر من أجل يعني أن يلعب وقت مضاف، لكن الأمور ستسوء أكثر مع ضياع الهجمات وضياع الكرات الرأسية من نجوم ريفر بليت نادي المليونيرات. ولكن الكرة البينية، خطأ من الدفاع والتسديدة داخل المرمى ليأتي هدف التعديل. من بعدها تنطلق أعمال شغب عندما لم تحتمل جماهير الفريق في الملعب البالغة سعته نحو 60,000 متفرج هبوط فريقها المذل، وقاموا بقذف الملعب بالقناني الفارغة والحجارة، كما حاول بعضهم اقتحام أرض الملعب، واضطر لاعبو الفريقين لمغادرة الملعب تحت الحراسة، فيما قامت الشرطة باستخدام خراطيم المياه المضغوطة والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وهنا نشاهد الدموع التي لم تحتاج إلى غاز مسيل مشاهدينا الكرام. بعدها تدخلت الشرطة، كما اندلعت اشتباكات خارج الملعب بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب، كما سنتابع يعني سقوط مدون، مفاجأة كبيرة، دموع وأحزان ريفر بليت وللأسف داخل استاد الشهير ملعب المونومنتال الذي لطالما كان ملعب الأفراح، هو الآن يصبح كابوس كبير لجماهير ريفر بليت سامي.